بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخوكم صخراوي نور الدين من موقع نور المعلوميات بحلقة جديدة. أتأسف كثيرا لعدم موضوع دروس في الأيام السابقة، وهذا راجع إلى أمر واحد وهو تمحوري على موقع اسمه موقع خمسات لربح المال. هذا الموقع عربي يشبه كثير المواقع، يشبه كثيرا الموقع فايفر. هذا الموقع فايفر أو خمسات، يعني لهم نفس الاسم باللغة العربية والإنجليزية. تستطيع أن كشخص منك وضع يعني خدمة فيه وتقوم ببيعها حتى يقوم شخص آخر بشرائها وتربح يعني قيمة مالية، سوف تفهم ذلك في الشرح. أول شيء نبدأ على الموقع. موقع خمسات هو موقع يعني أنشئ في عام 2010، وقال يعني الآن قام ببيعه أو بكرائه على ما أظن إلى موقع إعلانات حاسوب، الذي سوف نتطرق إليه إلى درس آخر بعد هذا إن شاء الله عن كيفية ربح المال من بعض المواقع العربية. وبعد أن قام ببيعه تستطيع أن تسجل في الموقع بموقع خمسات وتعمل بطريقة احترافية وربح المال، وكل ما كانت أعمالك احترافية كل ما تربح المال كثيرا حتى أن تصبح بائع محترف. وكل عملية تقوم ببيعها تستطيع الحصول عليها على 4 دولارات. هو خمسات نعم، ولكن أنت بعد أن تقوم ببيع خدمة تأخذ 4 فقط، وتأخذ الشركة أو موقع خمسات دولار واحد، ويعني الأثمنة الذي تستطيع أن تضعها أنت، لأنك أنت من يختار الأثمنة وليست شركة، هي 15 15 20 25 كحد أقصى، وخمسة كحد أدنى. يعني أنت تضع عمل أو يعني خدمة تقوم بوضع المال مثلا 10 دولارات، بعد أن تقوم ببيع هذه الخدمة تحصل أنت على 8 دولارات، وتحصل شركة خمسات أو موقع خمسات 2 دولار. يعني كل من 5 دولارات تأخذ هي 1 دولار. والشيء الثاني، يعني كل ما كان يعني خدماتك جميلة وثمنها قليل يعني رخيصة، حتى يستطيع الناس يعني بنسبة معينة يعني صح التعبير أن يشتروا منك الخدمة، وتقوم ببيعها بخطوات متتالية أو بعدات متكررة. نمر إلى الموقع حتى تفهم العمل عليه إن شاء الله. هيا لكم واجهة الموقع خمسات لبيع وشراء الخدمات المصغرة. نأتي الآن لنقوم بفتح حساب جديد. تضغط أنت على مستخدم جديد، تكتب هنا اسم المستخدم الذي سوف تستعمله، البريد الإلكتروني، ويجب أن يكون صحيحا لأنه يرسل إليك رسالة حتى تقوم بتفعيل حسابك. وتضع هنا كلمة المرور وتختار الدولة الذي أنت مقيم بها. هنا يوجد كل الدول العربية كما تلاحظ، مثلا أنا الجزائر، أختار الجزائر هكذا. وبعدها يجب أن تقرأ شروط الاستخدام، لأنها قد تؤدي إلى حظر حسابك لو أخطأت في التعامل في هذا الموقع، والذي يؤدي إلى خسارة كبيرة، وخاصة لو كانت لديك أموال على الموقع. يعني لو تم حظر حسابك تذهب كل أموالك هباء منثورا. وبعدها يعني تقوم بوضع إشارة صحة على قراءة ووافق على شروط الاستخدام، تضغط على كلمة تسجيل، أو تستطيع مباشرة تضغط على كلمة كونكت لتدخل على حسابك بالفيسبوك أو سينج إن ويذ تويت. ولكن أنا أنصحك باستخدام مستخدم جديد أفضل، يعني لو تم حظر حسابك على فيسبوك أو غلق حسابك لا يذهب حسابك على خمسات، لأن هذا يكون له حساب وهنا حساب تستطيع العمل عليه. الآن سوف نلاحظ أن أضغط كونكت فقط حتى نذهب لنرى كيف واجهة الموقع. بعد التسجيل يأتيك الموقع كما تلاحظ هكذا. أخي العزيز، تجد هنا خدمات مميزة اخترناها لك، هذه الخدمات تظهر لك أنت، ولكن توجد خدمات لو أنت تضعها تظهر عند الآخرين. يعني لو تدخل بحساب آخر سوف تظهر عندهم هذه الخدمات، ولو تلاحظ أن الخدمات المباعة كثيرا هي تظهر في الواجهة الرسمية الأولى. مثلا هذا الشخص باع 38 خدمة لتصميم سكويز بيج يعني ب5 دولارات، وهو شخص محترف على يعني على فكرة، إن صادفنا هذا الموضوع، وقام بتصميم لي سكويز بيج جميل جدا أخي العزيز. الآن بعد أن تقوم بالدخول تأتي أنت إلى كلمة خدمة جديدة حتى تقوم بإضافة خدمة، تضغط أنت على خدمة جديدة. ماذا ستفعل؟ يعني ماذا ستفعل في الخدمة؟ رابط إعلاني مثلا على مدونتي هكذا، على مدونتي تكتب أنت هكذا. هذا العنوان الذي سوف يظهر هنا. الأعمال، تصنيف الأعمال، تجعلها أنت تسويق إلكتروني، بما أنه رابط إعلاني سوف يكون تسويق إلكتروني. هنا عام إعلانات الموقع يعني CU أو ما شابه ذلك، أنت تتركها عام إن صح التعبير. تضع هنا وصف للخدمة، ويجب أن يكون وصف جميل أو يعني حتى
تشعر المشتري منك يعني بحماس حتى أن يدخل إلى حسابك ويشتري منك تلك الخدمة. بعد وضع الوصف هنا تأتي إلى رفع الصورة من جهازي. الصورة مقاساتها وأبعادها 400 × 680، تضغط على الملف الموجود هنا، تقوم بتحميلها من حسابك. انظر معي، تأتي بأي صورة تضعها أو رابط فيديو من اليوتيوب. أنت ما عليك إلا الضغط على هذا الرابط، تقوم بوضع رابط القناة الذي تريده هنا، الـ URL يعني الذي يكون في كما في الأعلى هنا، تضعه أنت في اليوتيوب. تأتي إلى هنا تكتب كلمات مفتاحية الخاصة بالخدمة. أنا قلت رابط إعلاني، تضع مواقع تشهير المواقع سيو ما شابه ذلك، يعني مواصفات أو كلمات مفتاحية للخدمة التي أنت تضعها. مدة التسليم، مثلا أنا لو كان رابط إعلاني على مدونتي وأضع في الوصف أنه سوف تكون الخدمة يعني رابط إعلان على مدونة نور المعلومات لمدة شهر، يجب أن تضع هنا مدة التسليم شهر كامل، لا تكتب أنت هنا شهر وهنا تضع 4 أيام أو 5 أيام أو أسبوع، لأنه يعني يقوم ب إلغاء تلك الخدمة الذي وضعتها. تعليمات المشتري، هنا للمشتري معلومات خاصة بك وبه فقط، يعني أي مشتري يدخل ويشتري منك الخدمة سوف يقرأ الرسالة الموجودة هنا، مثلا مرحبا بك أخي، هكذا أعطينا رابط موقعك كما تلاحظ، هكذا أنا أكتب له هكذا، هو ما يدخل يجد هذه الرسالة، يضع رابط موقعه، تقوم أنت بإضافتها. بعد الانتهاء منها كل هذه يعني المعلومات ويجب أن تقوم بملئها ككل، تضغط على أضف الخدمة. بعد الضغط على أضف الخدمة تنتظر من 5 إلى 7 ساعات حتى يعني تقوم الموقع أو الشركة بفحص الخدمة الذي وضعتها، وبعدها مباشرة يقوم بوضعها على حسابك. لو تلاحظ هنا نور المعلومات، البلد الجزائر، هنا بائع محترف، تقييم 100%، خدمات المباعة 28، آخر تواجد اليوم، أنا موجود الآن ولهذا يكتب آخر تواجده اليوم. هذا يعني سوف تجد معنا الإخلاص في الخدمة، هذا لا تستطيع أن تضعه أنت على حسابك حتى أن تصبح لديك بائع محترف، وهذا بائع محترف بعد بيع على ما أظن 21 خدمة وتقييم يكون 100%، هذا التقييم راجع سوف أريك التقييم كيف يكون. بعدها تستطيع الحصول على حساب بائع محترف لحسابك على 5 ساعات. تلاحظ هنا ضع إعلان نصي على مدونة نور المعلوميات. بعد وضع العملية سوف تأتيك هكذا، ننتظر حتى يفتح فقط هكذا كما تلاحظ، هنا عنوان الخدمة وهنا إعلانات المواقع كما تلاحظ، تسليم شهر، التقييم 100%، هؤلاء لكم التقييم، 6 يعني 6 أشخاص قاموا بشراء مني هذه الخدمة وكان التقييم 100%، ولو وضع أي شخص ديسلايك سوف يكون التقييم ليس 100%، هاي لكم الخدمة، آراء المشترين، أنت شخص محترم جدا وكنت تجربة رائعة لأول مرة لي في 5 ساعات كما تلاحظ، وهنا يعني هذا التقييم يقوم بوضعه المشتري وليس أنت، ولخدماتك تستطيع أن تضغط على كلمة تعديل الخدمة لو تلاحظ تغيير يعني بجرانك الخاص بك أو الثمن أو ما شابه ذلك. وأما بالنسبة لو دخلت إلى أي خدمة، مثلا لو نرى هذه الخدمة لهذا الشخص عبد النور هكذا كما تلاحظ هنا، الإبداع والابتكار هي وسيلة ذكية للتصميم وإبداع الشعارات كما تلاحظ، هذا الشخص يقوم بوضع وصف جميل حتى يقوم الناس بشراء منه الخدمات. التسليم 3 أيام، بائع مستوى 5، وهنا التقييم 92%، 86 لايك و7 ديسلايك. أنت تأتي إلى هنا تضغط على أطلب الخدمة. بعد الضغط على طلب الخدمة تستطيع الدفع أنت يعني إذا أردت شراء منه خدمة من باي بال أو كاشيو، ولو كان رصيد لديك رصيد على 5 سوف تأتيك هنا أيقونة صغيرة تخبرك ادفع عن طريق حسابك على 5، ولكن لو تلاحظ معي انظر نرجع إلى الخلف، يعني هذه الخدمة أعجبتك كثيرا وأردت أن تحتفظ بها حتى يعني لم يكون متوفر لديك رصيد، تقوم بحفظها عندك للمرة القادمة تشتريها من هذا الشخص حتى لا تبحث عنه كثيرا. تأتي تضغط على كلمة أضف إلى المفضلة، بعد الضغط على أضف إلى المفضلة أنت لم تشتريها، تأتيك هنا على كلمة المفضلة، ها ولكم الشخص الذي قمنا بوضعه هنا، ما إن تضغط عليها يأخذك مباشرة إلى حسابه كما لاحظت، وإذا أردت حذفها مباشرة تضغط على زر X هنا حذف. والمهم في هذا الموقع
يعني الشيء المميز والذي يستطيع كسب لك المال الكثير، وهو كلمة مجتمع خمسات. تضغط أنت على كلمة مجتمع خمسات، يمكن أن تضع خدمات ولم يشتريها أي شخص، ولكن تجد هنا طلبات الناس. مثلا هنا هذا الشخص آخر مساهمات، أريد دمج صفحتين على الفيسبوك، والكثير منكم يعرف هذه الطريقة. ولهذا تأتي أن تدخل إلى هذا الشخص وتكتب له سوف أريك أين ذلك. انظر معي أخي العزيز، لدي صفحتين، الأولى 95,000 والثانية 116,000. أردت أن أدمج مع بعض وتبقى الكبيرة موجودة كما هي في أسرع وقت. ذلك لم يعد متوفرا، هذا الشخص أخبره. ولكن لو أنت عندك طريقة، نعم أخي، مثلا تكتب له هكذا، نعم أخي أستطيع هكذا أن أدمجها لك، وبعدها تضع إشارة صح هنا ترسل له الطلب. أنا لا أرسل لأنني لا أريد أن أعمل هذه الطريقة، لأنها يعني صراحة هي غير شرعية، وتستطيع حتى حذف صفحتك على الفيسبوك. المهم هو ذلك الشخص يضع تعليق ويرسل له، وكلما كان احترافك في خدماتك وكلماتك يطلب منك الشخص مباشرة الخدمة. بعد طلب خدمتك تأتيك إلى هنا طلبات واردة، كل هذم الأشخاص قاموا بشراء مني خدمات. أنت توجد هنا طلب مثلا حجز وتركيب دومين دوت كوم من جودادي ب5 دولارات. بعد الانتهاء من عملك تأتيك، يعني أنا انتهيت من العمل هذا الشخص، تأتيك هنا كلمة إنهاء الخدمة، تكتب تعليق، تضغط على إنهاء الخدمة، تأتيك رسالة هنا هل أنت متأكد من إنهاء الخدمة، تضع أوكي وبعدها إرسال، تربح أنت مباشرة 4 دولارات كما تلاحظ هنا المال. وبعد إذا أردت تعديل على حسابك، مثلا هنا أنا الرصيد لدي 4 دولارات كما تلاحظ، شحن الحساب هو 10، يعني سوف يقوم بإرسال المال إلى حسابي على باي بال كل واحد من 1 إلى 7 في بداية الشهر. كما تلاحظ هنا مكتوبة ابقى على رصيدي في موقع خمسات، إذا أردت وضع إشارة صح حتى يبقى رصيدك في خمسات، وإن لم تريد ذلك ترسل المبالغ المستحقة في بيع الخدمات ببريدك الإلكتروني عن طريق باي بال من بين 1 وحتى 7 بداية كل شهر عند تخطي رصيدك 10 دولارات، يعني الحد الأدنى للدفع هو 10 دولارات كما تلاحظ أخي العزيز. ولو تأتي إلى هنا تضغط على تعديل الحساب تلاحظ تجد هنا يعني هذا الريفري أدى أصدقائك لموقع خمسات، تعطيه إلى أصدقائك حتى يقومون بالتسجيل به، وكل شخص اشترى خدمة من خمسات تحصل عليه أنت 1 دولار دون تعب أو شقاء مباشرة. وأيضا توجد لديك هنا يعني التسويق بالعمولة بواسطة هذه البانارات. كيف يمكن التسويق؟ تضع هذه البانارات على حسابك أو على موقعك وتقوم ب يعني إرسالها مباشرة إلى الخدمات في خمسات عن طريق الرفري الذي وضعته لك، بعدها مباشرة أن تحصل على مبالغ مالية جميلة وقيمة، حتى يعني منها ربح كثير من المال أخي العزيز. هو موقع جميل، وأتمنى أني قد وضعت له شرح كامل، وإن نسيت أي شيء تستطيع وضعه في تعليق أو استفسار أي شيء. ولكن الشيء الجميل في هذا الموقع تستطيع أن تربح المال كثيرا، ولكن لا يوجد لديك حساب باي بال وأنت مقيم بالجزائر. توجد هنا خدمات، أعرض خدماتك على مجتمع خمسات، هنا تجد نماذج أعمال قمت بها، انزل أنت إلى هنا طلبات غير موجودة، تكتب هنا موضوع جديد، تشتري، تكتب هنا أريد تحويل رصيدي إلى سي سي بي بالجزائر، يعني هذا خاص بالجزائريين، كيف ذلك؟ تشتري من أي شخص خدمات على هنا، تقوم بشراء خدمات، هو يقوم بإرسال لك مالك صافي، يعني على طريق سي سي بي البريد. بريد المواصلات عادي في الجزائر، تحصل على المال بالدينار وهو يأخذه هنا بالدولار، يقوم بتغيير العملة أو كونفرتي عادي جدا. وهذا الشيء الجميل في هذا الموقع، هو موقع جميل وأنصحكم به بكثرة، لأنك تربح منه المال، وأنا أعلم أنه سوف يفيدك جيدا وينفعك كثيرا. ولهذا السبب أنا قمت بشرحه، مع أنه يوجد الكثير من الشروحات عليه، ولكن يعني كثرة الأسئلة على صفحتنا وكثرة الطلبات لشرح الموقع قمت أنا بشرحه. وفي الأخير أتمنى أن الدرس قد ينال إعجابكم، كما أخبرتكم أي استفسار لا تحرمون بوضعها على
على اليوتيوب أو على المدونة نور المعلوميات على www.norone.com، وأكون سعيد جدا بمراسلتكم والأجوبة على أسئلتكم إن شاء الله. لا أطيل عليكم أكثر من هذا، أستودعكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.